منفذ محاولة اغتيال ترامب لم يترك رسالة قبل تنفيذه العملية، وتحرك على الأرجح بشكل منفرد، ولم يكن ممكناً التوصل لمعلومات إضافية دون فك شفرة هاتفه المحمول. مكتب التحقيقات الفيدرالية يستغرق عادة أسابيع أو أشهر من أجل فك شفرة الهواتف لاختراقها، لكن الوقت لم يسعفه هذه المرة، ولذلك لجأ المحققون لشركة إسرائيلية كانت الوحيدة القادرة على اختراق الهاتف خلال دقائق. سيلبرايت شركة إسرائيلية متخصصة في الحماية السبرانية واختراق الهواتف النقالة، وتعمل منذ العام 2009 في أمريكا، ويعد مكتب التحقيقات الفيدرالية أهم زبائنها، ولذلك تمكنت الشركة من اختراق هاتف كروكس خلال 40 دقيقة فقط. لكن المفاجأة بالنسبة للمحققين كانت كبيرة، إذ لم يحتوي على أي معلومات إضافية هامة. العالم الليلة جمعت وبحثت في تحركات آخر 48 ساعة لمنفذ إطلاق النار على دونالد ترامب، وكشفنا هذه الوقائع. فعلى بعد 85 كيلومترا من مسرح الجريمة ولد وترعرع توماس كروكس، وببلوغه سن 18 وعكس أقرانه بدأ في تجميع الأسلحة التي كان يقتنيها بطريقة قانونية، لكن وفي اليوم ما قبل الأخير اختار بندقية القنص، وهي بندقية AR-15، وهي غير مكلفة ونصف أوتوماتيكية. استقل كروكس سيارته نحو متجره المفضل لبيع الأسلحة على بعد 5 كيلومترات فقط، واشترى 50 طلقة لبندقيته، ومن المتجر المجاور اقتنى سلما طوله 1.5 متر تقريبا. ومن المتجر إلى أين؟ إلى ميدان الرماية، كما توضح هذه الصورة. قطع كروكس 14 كيلومتر آخر من أجل التدرب للمرة الأخيرة في حقل رماية كارلتون الذي يرتاده عشاق الأسلحة الأوتوماتيكية منذ مدة. وفي صباح يوم الحادثة قطع كروكس مسافة 92 كيلومتر من أجل بلوغ موقع تجمع ترامب في باتلر فارم، حاملا معه بندقية وذخيرة. والغريب أنه لغم سيارته بمتفجرات. لا يدري المحققون حتى الآن من أين جاء، خاصة أن بيانات الإنترنت تؤكد أنه لم يهتم يوما ما بكيفية صناعة المتفجرات. لكن الأهم مشاهدينا أنه كان ينوي تفجير سيارته وقت الحادثة. لماذا؟ لتشتيت الانتباه من أجل انسحابه، وبقية القصة طبعا باتت معروفة.